تنظم دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الفترة من 20 أكتوبر وحتى 3 من نوفمبر المقبل. يضم المهرجان 39 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية، حيث يقام على مسارح الأوبرا المختلفة إلى جانب المؤتمر العلمي والمسابقة الفنية في الغناء للشباب والأطفال وذوي الهمم. في مطربين من الوطن العربي ما شاركوش قبل كده، و كانت ظروفهم مش بتسمح او اي ظروف ما كانتش بتخليهم ييجوا يعني. فاحنا دايما بنبقى عايزين كل المطربين العرب والخليجيين ومن كل حته ييجوا يعني، بس حسب الظروف بتسمح يعني. فالسنه دي في مطربين بيشاركوا لاول مره، وفي كمان مطربين برضو بتطلع من دار الأوبرا، شباب من بتوعنا من دار الأوبرا دي برضو أصوات حلوة، وفي بيطلعوا ناس جديدة، وفي كمان الجديد برضو إن في موسيقى فاصل موسيقي، حفلات معظم الحفلات أو كل الحفلات تقريبا كل حفلة فيها فاصل موسيقي. نشوف الجديد عشان كي لا يتكرر الصوت، ففي أصوات بتتكرر بحجم نجاح، وفي أصوات بنجيبها لأنها بعيدة بقى لها فترة. الصوت البعيد بيبقى عارف إنه هو بعيد، فبيجي يحضر فبيجدد دمه وبيبدأ يبقى موجود اللي مطلوب دلوقتي، علشان نمنع كل الطفيليات الغنائية إن الكبار دول يغنوا كتير. أنا سعيدة جدا بالمؤتمر النهاردة، التواجد والكوكبة الجميلة وتواجدكم معانا لتغطية الدورة 31. الحمد لله ده معناها أن المهرجان قدر يثبت بقوة وبحب أن المهرجان ده مهرجان مهم جدا لكل القنوات اللي هي النهاردة جاية تغطي المؤتمر الصحفي.